إذا كنا صادقين مع أنفسنا، فقد تم إهمالنا جميعاً أو ارتكاب أخطاء أو إيذاء الآخرين أو مجرد النظر بعيداً عندما يحدث الظلم. في حبه المستمر، يمد الله يده لنا ويريد مساعدتنا في إخراج أناس جديد منا. الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله. الكل قد زاغوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. كلنا أصبحنا كنجس، وأضحت جميع أعمال برنا كثوب قذر. فذبلنا كأوراق الشجر وعبثت بنا آثامنا كالريح. ليس هناك من ينادي باسمك ويحرص على التمسك بك، لأنك حجبت وجهك عنا. ألاشيتنا بسبب معاصينا. لأن أجرة الخطيئة هي الموت، وأما هبة الله فهي الحياة الأبدية في المسيح يسوع ربنا. حي أنا، يقول السيد الرب، إني لا أسر بموت الشرير. بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا. ارجعوا، ارجعوا عن طرقكم الرديئة. إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. ولكن الله أثبت لنا محبته، إذ ونحن ما زنا خاطئين مات المسيح عوضا عنا. إنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية.
لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. لأن كل ما في العالم من شهوات الجسد وشهوات العين. وترف المعيشة ليس من الآب بل من العالم. والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. من يؤمن بالابن فله الحياة الأبدية، ومن يرفض أن يؤمن بالابن فلن يرى الحياة بل يستقر عليه غضب الله.